مساكم الله بالخير متابعي برنامج شارع السعودي على قناتكم قناة الوطن قناة السعودية. قبل أن نبدأ حلقتنا اليوم الحقيقة يمكن لعلي أسجل شكر وتقدير واعتزاز الحقيقة بالتفاعل اللي كان من نادي النصر في الحلقة السابقة واللي استضفنا فيها البطل أسامة الحميدي اللي يعالج من مرض السرطان وتدعمه في ذلك جمعية سند. كانت أمنيته أنه يزور نادي النصر ويلتقي باللاعبين ويعطيهم ألف عافية. يعني الأخوان في نادي النصر قاموا بدور مميز في المسؤولية الاجتماعية وحققوا لها الأمنية وزار النادي وفرح بالزيارة. خلونا بهالمقطع نستذكر اللقاء ونشوف كذلك الزيارة. أسامة، أنت تقول تشجع النصر صح؟ أيوة. طيب إيش رأيك؟ عندي لك مفاجأة حلوة. ايش هي؟ بخلي اصدقائنا بالبرنامج يرتبون معاك ان شاء الله تزور نادي النصر، ايش رايك؟ تروح للملعب وتشوف اللاعبين. ايش رايك نرتب كذا بعدين زياره لك ونمرك ان شاء الله ونوديك لنادي النصر تشوف اللاعبين حق نادي النصر. يعني تروح ملعب النصر؟ ابشر، تامر امر، خلاص اتفقنا؟ اتفقنا، شكرا. يلا كفك. كفك يا بطل، يلا الله يعطيك العافية. شكرا لنادي النصر على هالتجاوب على هالتفاعل الحقيقة، وأكيد الأندية الرياضية خاصة اللي لها شعبية وجماهيرية مهم جدا يكون لها دور في المجتمع. بين الوقت والآخر نشوف بعض المبادرات، ولكن أكيد نتمنى أنها تكون مبادرات مؤسسية، مبادرات يعني إن شاء الله أنها تقف في وجه التعصب اللي ما نبيه يكون إلا يعني حماس وإثارة ويعني تنافس فقط في المستطيل الأخضر، لكن بعدها كلنا أكيد مجتمع واحد متماسك مترابط مهما كانت اختلاف ميولنا الرياضية، كلنا تحت راية أكيد هالوطن العظيم اللي يجمعنا وكيد وحدنا، يعني توحدنا الرياضة ولا تفرقنا. يعطيهم العافية. طبعا اليوم يمكن بنتكلم عن موضوع جدا هام، يعني احنا شفنا يمكن اتجاه بشكل كبير للاستثمار في الموارد الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى حبانا بها في هالبلد العظيم. المملكة يعني غنية بالمنتوجات الزراعية المتنوعة واللي نفتخر بزراعتها. في حلقة اليوم راح نركز ان كيف نسوق يعني هالمنتجات داخليا قبل ما نسوقها خارجيا. راح نتكلم وش الصعوبات اللي تواجه المزارعين وايش الحلول القائمة الان وكذلك اللي يمكن تجي ان شاء الله في المستقبل حتى تدعم المزارعين ويصير عندنا ان شاء الله نقلة واستثمار حقيقي في مجال الزراعة. خلوني رحب بضيوفي، رحب بالمهندس سليمان الجطيلي مدير عام التسويق في وزارة البيئة والمياه والزراعة، كذلك رحب بالدكتور إبراهيم التركي رئيس اللجنة الوطنية للزراعة. أستأذنكم في البداية نشوف هالتقرير اللي نستعرض فيه قصة نجاح تسويق زيتون الجوف مع مراسلنا يزيد السالم. الزيتون بالمنطقة بشكل عام يعتبر أحد المميز النسبية في منطقة الجوف. الأمير فيصل بن نواف حفظه الله داعم بشكل رئيسي لصناعة الزيتون في منطقة الجوف. احنا نتكلم صناعة الزيتون، نتكلم اللي هو زراعتها، نتكلم على الصناعات التحويلية على مدار تقريبا 12 سنة كيف كانت صناعة الزيتون في المنطقة والآن وين وصلت صناعة الزيتون. تميز الزيتون أنها تقريبا تعد الوحيدة في مسألة زراعة الزيتون ومركز الأبحاث الزيتون ومهرجان الزيتون، بالإضافة إلى أن الزيتون في الجوف في غالبه طبعا أنه الزيتون يعد عصرة أولى، ما عندهم أي عصرة ثانية، هذه تراها تعد يعني من الميزات وأنه من المزارع وأن كثير منهم ثقات، الناس تثق، وهذه تراها نقطة مهمة مسألة الثقة بالمنتج. حقيقة ما يتمناه المزارع منطقة الجوف
أن يكون هناك أشبه برابطة إعلامية للمزارع للتسويق، منها الإعلام الحديث، منها المتاجر الإلكترونية الحديثة لتطويرها. أولاً عندنا منتجر يعتبر الأول في المنطقة اللي هو الزيتون، يدعم هذا الإعلام، الإعلام الزراعي بالجوف يدعم المنتجر الأول اللي هو الزيتون، يدعم منتج أيضاً الثاني يعتبر اللي هو التمور، والمنتجات الزراعية الثانية بحكم منطقة الجوف منطقة زراعية ولا يوجد فيها إعلام زراعي يعني متخصص. موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجل أكبر مزرعة زيتون بالعالم 12,000 مزرعة وأكثر من 3,000 مشروع زراعي، كما سجلت 18 مليون شجرة زيتون، بالإضافة إلى 25 مليون معصرة تنتج قرابة 100,000 طن من ثمار الزيتون. الجوف عاصمة الزيتون. لبرنامج الشارع السعودي يزيد السالم، منطقة الجوف. دكتور إبراهيم، خلينا نبدأ معك. على طاري زيتون الجوف، قبل فترة كنت بالطيارة جاي من جدة للرياض، على متن ماني بقايل وش اسم الناقل، لكن ناقل وطني، والزيت الزيتون أسباني اللي مقدم، والحين عندنا أكبر مزرعة زيتون بالجوف. فإذا كان الناقل وطني ما قاعد يدعم المنتج الوطني، أجل منه طالب أنه يدعمه؟ إيش رأيك؟ يعني هو سؤال وجيه ومطروح، لكن أول شيء يعني زيت الزيتون والزيتون هي قصة نجاح، وأنا أتصور أنه لم تسجل بالكامل حتى، وهي قصص من العديد من قصة نجاح في القطاع الزراعي في المملكة. يعني وهذه مو شهادتي أنا، يعني شهادة خبراء عالميين مستقلين. يعني عندنا البطاطس على سبيل المثال قصة نجاح كبيرة جدا، يعني نحن شعب لا نعرف نزرع البطاطس ولا نعرف نأكله كنا، والوزارة يعني اشتغلت مع القطاع الزراعي سنوات طويلة من خلال مشروع بحثي علمي مع شركائنا الهولنديين، واستطعنا المملكة يعني تنتج البطاطس باقتدار وأصبح من أحسن أنواع البطاطس في العالم. وأنا بصفتي أروح لبنان كثير، يعني أيام كان البطاطس يصدر لبنان، كان في لبنان إذا يبغون يمدحون بطاطس يقولون بطاطس السعودية. ونفس الشيء زيت زيتون في هذا متى كان؟ هذا كان قبل ما يمنع تصدير البطاطس. يعني ولو فتح الآن المجال أيضا سيستمر هالمستوى هذا، لأن مستوى البطاطس عندنا راقي. ولكن هذه أمثلة. زيت الزيتون يعني عندنا شركات زراعية يعني زي شركة نادك تحصل على مراكز متقدمة جدا في أوروبا في زيت الزيتون. فلهذا عندنا قصة نجاح. الألبان يعني قصة نجاح في القطاع الزراعي باهرة على مستوى العالم أيضا، ها، وهناك قصر جاء، ونأمل إن شاء الله أن هالنجاحات اللي تحققت في هالمجالات هاي تتكرر. طيب دكتور خليني أنا بس برجع نقطتك أستاذ خالد، لأنه في نقطة بقت عقب عليها. ليش تحط أسباني ولا تحط سعودي؟ نقطة وجيهة. لكن لا شك، لكن لا تنسى أن أحد أسباب نجاح القطاع الزراعي في المملكة اللي سياسة الدولة. الدولة لا تدخل يعني في ممارسات القطاع الخاص، يعني عندنا حرية اقتصادية. إذا والله شركة طيران إكس أو واي حبت تجيب زيت زيتون أسباني أو زيت زيتون سعودي، هذا قرار رجع لها، وفي صالح القطاع أنه تترك للمنافسة. زين والقطاع استطاع أنه ينافس الآن، يعني زيت الزيتون مطلوب في أوروبا. طيب يعني هذا خليني أسألك بطريقة، هذه سياسة عامة للدولة. طيب أنا أسألك بطريقة يعني أو يعني بزاوية معاكسة. الآن عندنا يعني المزارعين المحليين يعانون من هالجزئية، يعني يعانون إنه البعض يفضل المستورد على المحلي، بالرغم قبل شوي أنت استشهدت بالبطاطس من جودة المنتج الزراعي السعودي. ليش ما زال هناك ناس يستوردون يعني من برا بالرغم من وجود بديل سعودي أكثر جودة، وأزمة كورونا أثبتت لنا هذا الشيء؟ الأمر الثاني، في ناس يقولون في احتكار للشركات الكبيرة هي اللي قاعدة تتحكم بالسوق، والمزارعين المساكين هم اللي ماكلينه. ايش رايك؟ انت اشرت الى ازمه كورونا. ازمه كورونا دللت بشكل قاطع على قدره القطاع الزراعي السعودي، انه فعلا استطاع انه يصمد امام هذه الازمه. لكن وجود واردات، لانه في عندك طلب كبير، وعندنا سوق المملكه سوق مفتوح. يعني الدوله سياستها، وهي دوله منضمه لمنظمه التجاره العالميه، سياستها اقتصاد مفتوح، ما تقدر تمنع استيراد سلعه معينه بدون مبرر. زين فالسوق مفتوح، وهذا في الاخير في صالح المستهلك ايضا. زين يصير في حالات معينه يمكن تتدخل فيها الدوله، لكن هي الاستثناء وليس القاعده.
طيب سليمان، خليني أسألك، لأنه في تساؤل عن دور الوزارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، خاصة أنه عند مثلا سواق الخضار الآن في طور يمكن نقل إدارتها إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. أول شيء نعرج على النقطة اللي أثرتها أخوي خالد من ناحية الموضوع تقييم المحتوى المحلي، وإحنا على شراكة إضافة زيت الزيتون مع هيئة المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، من ضمنها بعض الطيران النقل في عدة مجالات، من ضمنها زيت الزيتون وكذلك بعض الانتاجات الدواجن، وفي أكثر من نشاط سيتم إدراجهم بإذن الله. هذه نعتبرها هذه معلومة جديدة. صحيح نعم. يعني خلينا نقول الآن إنه من جزء من دعم المحتوى المحلي الزراعي بالضبط، إنه ستعقد شراكات مع هيئة المحتوى المحلي. صحيح بإذن ومع الله. شركات الطيران بالضبط طبعا، عن المشتريات الحكوميه. ممتاز. هيئه المحتوى المحلي باذن الله. طبعا اخوي خالد تطرق من سؤالك الثاني بموضوع اسواق النفع العام، تطور المنتج الزراعي بالمملكه منذ عقود، مما ادى الى تحقيق نسب اكتفاء ذاتيه باكثر من المحاصيل الزراعيه، وهذا ويعتبر هاجس الجميع صراحه موضوع التسويق الزراعي، إلى أنه تطوير أسواق النفع العام أيضا هذا صدر قرار مجلس الوزراء الكريم رقم 712 لتطوير أسواق النفع العام وانتقالها من وزارة البلدية الشؤون القروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة من ضمن الاختصاصات، ونعمل إن شاء الله بإذن الله بتكاتف الجميع من المزارعين تطوير أسواق النفع العام، أيضا يكون فيها البيع المباشر للمزارع ولرفع هامش ربح المزارع، أيضا يعني ما عاد يحتاج دلالين، لا تقليل سلسلة الإمداد الزراعي. بعد شوية حتى ودي أوقف في موضوع الدلالين، يعني بإذن الله الدلالين إنه يعني نعقب على إشكاليتهم إنهم أحيانا يأخذون حق المزارع. طبعا إذا الآن لمدة أكثر من 30 سنة ماضية سلسلة الإمداد الزراعي ما زالت دون المستوى المأمول، لكن الطموح إن شاء الله في العمل المستقبل أنك تقليل سلسلة الإمداد الزراعي هذا. أزمة كورونا تطرقتوا لها قبل شوي، إن بالعكس إن هي سرعت عملية التعامل المجتمع السعودي مع التقنية، وأيضا ربط المنتج بمستهلك النهائي، هذا هو نسعى له الفترة القادمة. أيضا تم إصدار عدة تراخيص لتسويق المنتجات الزراعية، أيضا كذلك خلال جائحة كورونا لم تتأثر سلسلة الإمداد جميع الأسواق الزراعية، وكذلك دور بعض الجهات الحكومية سواء وزارة التجارة أو وزارة هيئة الغذاء والدواء شراكات لضمان استمرار. طيب احنا بنكمل وإيش الوزارة بتقدم كتسويق وكدعم لتسويق المنتجات الزراعية سواء محليا وحتى كذلك دعم التصدير. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. أهلا بكم من جديد، نتابع حديثنا عن التسويق الزراعي. أجد ترحيبي بضيوفي اللي معي بالاستديو، المهندس سليمان الجطيلي مدير عام التسويق في وزارة البيئة والمياه والزراعة، كذلك رحب بالدكتور إبراهيم التركي رئيس اللجنة الوطنية للزراعة. قبل ما نكمل حوارنا خلينا نشوف احنا وياكم هذا استطلاع الشارع السعودي في تويتر، سألنا الناس أو بالتحديد مزارعين وش الصعوبات اللي تواجهكم في تسويق منتجاتكم الزراعية، خلينا نشوف وش أجابوا. طيب انا بحط اسئلتي وحواري على جنب وبانقل وبسالكم اسئله الناس اللي سالونا اياها ونحاول نجيب عليها. هذا الاخ يقول على مستوى مزارع البيوت المحميه، اول سلبيه تواجه المزارعين عدم توفر اكثر من سوق جمله مثل العزيزيه، ما في الا سوق واحد وغالبا الارتباط يكون مع شركات تاخذه منك باقل الاسعار وتبيعه باغلى الاسعار. السلبيه الثانيه عقليه المزارع زراعه الصنف الاكثر مبيع في العام الماضي، ايش رايك دكتور؟ طبعا الجزء الثاني هو المهم، يعني المزارعين ما زالوا يعني
يعني يحاولون يقلدون زين، لكن السؤال الأول يعني هو الجوهري في الحقيقة، إنه الأسواق يعني فيها اختناقات، وبالتالي ما تخلي هناك فرصة للمزارعين إنهم يعرضون منتجاتهم على أكبر عدد من المشترين، يعني هذه مشكلة. وإن شاء الله يعني حسب ما سمعنا من الوزارة أنها الآن تتولى أسواق النفع العام، طيب، ومنها أسواق الخضار والفواكه، وهذا إن شاء الله سيفتح أعتقد يعني مجالات أكثر لإمكانية البيع على عدد كبير من المشترين. الشيء الآخر اللي حنا يعني في القطاع الزراعي نأمل أنه يصير أيضا، يعني ودنا أنه يكون هناك يعني نوع من التسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني اللي يعني زي ما قال المهندس سليمان يقصر سلسلة الإمداد، كل ما قصرت سلسلة الإمداد وحليت مشاكلها كل ما أنه هذا الفرق توزع ما بين المستهلك وما بين المنتج. خلينا نتكلم بكل شفافية. يعني حنا أكيد في جهود التطوير والتغيير قائمة، لكن خلينا نتكلم عن مشاكل موجودة حتى يشملها إن شاء الله التصحيح. من الأشياء اللي يعانيها المزارعين العمالة المحتكرة لكثير من المنتجات الزراعية، يجونك يتكتلون هالعمالة، ومعروف جنسياتهم، على داعي وش أقول جنسياتهم، معروفة سوق الخضار وتلقاهم يتكتلون مع بعض، ويروح يشتري لك المنتج مزرعة الرجال ما يبي يروح للسوق ولا يبي يجي هذا ويشتري منه الكمية كاملة ويبيعون لبعضهم، وعيالنا كل ما بغوا يدخلون باب الأسواق ولا يبيعون بالخضار والفواكه ما قدروا ينطحونهم. صحيح. طبعا أخوي خالد سؤالك جدا جوهري، لكن هذا شغل لأكثر من 30 سنة قادمة لا يمكن تغيره بيوم وليلة. لكن والتستر هذا من اللي جاب العمالة هذه؟ أيضا تلقى مواطنين لكن تم التستر عليهم وكذلك. لكن عشان تطور أنت أسواقنا في العام لازم ما تقدر أنك تضع شيء نقاط مكتسبة سريعة تضمن جودة المنتج الزراعي، أيضا كذلك تضمن تسويق ورفع هامش ربح المزارع. طيب وش تسوون عشان مواجهة هذه الإشكالية؟ طبعا أنا تم زيارة أكثر من الأسواق في المملكة، الوضع اللي صاير راضين عنه؟ غير مرضي جميعا وهاجس للجميع، غير مرضي وهاجس للجميع. وأيضا كذلك أنه 30 سنة الماضية عاتق الأسواق على الأمانات، وكل أمانة تحط البنية التحتية اللي على الكيف، يعني ما في أي في سوق مقارب مشابه للآخر. فجميع الأسواق في نقاط مكتسبة سريعة من ناحية دخول المزارعين، أيضا البيع المباشر للمزارع ترفع هامش ربحه، أيضا ممكن أساليب أنه وجود التستر الحاصل الآن أنه لكن لازم توجد البديل، لأنك ما يمكن تستغني من الخضار والفواكه بشكل يومي، لازم وجودها باليوم لكن توجد البديل. وش البديل؟ البديل من أسواق بيع مباشر. عندنا فكرة يعني وش الحلول؟ الحلول اللي أنتم الآن تعملون عليها. نعم. وأمر ثاني، ترى الناس مترقبين منكم يعني، وخاصة المزارعين، أسواقنا في العام لما صارت عندكم بالوزارة يعني ودهم يدرون وش تبون تسوون عشان تطورونه. صحيح. طبعا بما تقول الحلول فيه إنشاء مراكز الخدمات التسويقية، استقبال مركز خدمات تسويقية يخلي المزارع يبقى في مزرعته، يستقبل المركز هذا منتجات المزارع ويسويها تعبية وتغليف وتدريج، أيضا تسويق إلكتروني، هذا من اللي ذكرناها قبل شوي أنه تقليل سلسلة الإمداد الزراعي بالإضافة للتسويق الإلكتروني. الآن أنا بهالطريقة هذه رفعت هامش ربح، وأيضا يتم إدراجها ضمن الزراعة التعاقدية لاستكمال المنظومة الزراعية بهذا الخصوص. طيب هذا الأخ يوسف يقول استيراد المنتجات الزراعية أبرز عائق المزارع، يجب أن يقف الاستيراد ليتمكن المزارع من تسويق منتجاته، رأيك؟ طبعا صحيح الاستيراد، لكنه أنت لا يمكن أن تغطي حاجة المملكة في جميع الأشهر، فأنت مضطر أنك تستيراد، لكن الناتج المحلي أن يتم رفع المواصفات اللي يتم استيرادها بها، وشغالين على رفع المواصفات الاستيراد لجميع المحاصيل، وأيضا لا تتعارض مع غزارة الإنتاج المحلي. فعلى سبيل المثال مثلا الفراولة، محصول الفراولة تم رفع المحصول الفراولة ينتج بالسعودية بشهرين، لا يمكن تستغني عن جميع الأشهر بدون فراولة، نفس الفكرة. طيب الدكتور هذا الأخ إبراهيم يقول ارتفاع تكلفة المنتج الزراعي بنسب عالية وضعف أو عدم وجود تصنيع وحفظ المنتج الزراعي، هذه عوائق تواجههم. لا شك هذه عوائق، وحنا نسمعها كل يوم من المزارعين. يعني عندنا نوعين من ارتفاع التكلفة، أول شيء تكلفة العمالة يعني ارتفعت بشكل كبير على القطاع الزراعي، ونعمل يعني من الدولة رعاها الله يعني
مثل ما انها حنونه على كل القطاعات، تنظر القطاع الزراعي انه يعني ايش بيب حنونه على القطاع الزراعي الدوله؟ حنونه طبعا، لكن ما هو بالشكل اللي احنا نبغاه. احنا نتوقع انه يعني القطاع الزراعي قطاع ما زال يعتمد على ماله بشكل كبير جدا، ولهذا نتصور انه رفع يعني الرسوم المقابل المالي هذا يعني ادى الى يعني انت بتسويه المزارعين بالصناعي بالصناعي طبعا. ايه هذا اللي احنا نتوقع يعني نامل ان شاء الله ان الدوله تنظر فيه، وحنا شغالين عليه في يعني مجلس الغرف والغرف التجاريه ايضا في الرياض، نحاول نشوف ايش المخارج المناسبه، لانه هذا سينعكس على المستهلك ايضا. يعني المستهلك سيحصل على المنتج متوفر طول السنه، سيكون منافس للمستورد، سيساهم في المحتوى المحلي ايضا، عرفت كيف؟ كل هذه تنعكس على المستهلك. والقطاع الزراعي قطاع ما زال يعتمد على العماله بشكل كبير جدا، ليس مثل القطاعات الاخرى. يعني هذه نقطه نتصور يعني انه تواصلتم طيب مع الوزاره في 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 في, في هذا الشان حتى تواصلنا مع الوزاره حتى يدعمون يدعمونكم تمام فيما يتعلق ب تواصلنا مع الوزاره يعني في حزمه محفزات يمكن بنتكلم عنها بعد شوي، وزاره اعلنت عنها وصندوق التنميه الزراعي وغيره، ومن ضمنها الموضوع الانتاج التعاقدي وهالامور بنحكي عنها. لكن وش الشيء اللي انتم تبونه، او اذا كنت تمثل المزارعين وتتمنى من الدوله تبادر فيه لاجل ان تدعم الانتاج المحلي الزراعي؟ واحد، اول شيء رسوم العماله هذه اللي ارتفعت بشكل كبير جدا، ودنا على الاقل يعني انه ينظر في معامله القطاع الزراعي مثل القطاع الصناعي، وانت ذكرت يا استاذ خالد هذه نقطه اولى. زين، والوزاره يعني احنا جلسنا مع الوزير وجلسنا مع وكيل الوزاره والمسؤولين في الوزاره، وابدوا الترحيب بالتعاون معنا في كل ما من يعني أنتم؟ يعني كقطاع يعني زراعي، احنا نمثل القطاع الزراعي كمجلس غرف تجاريه. زين، نحن نمثل القطاع الخاص الزراعي. فجلسنا مع الوزاره، كل ما جلسنا معهم نجد ان هناك يعني رغبه في العمل والتعاون معنا. هذه طيب يعني في فرق بين الرغبة وبين الواقع. طبعا الواقع الان احنا نشوفه يعني ان الوزارة دعمها ومن خلال صندوق التنمية الزراعية لمراكز خدمات التسويق الزراعية، هذا شيء ساهم لا شك، لانه انت الان لما تشتري اي سلعة تلقاها جاهزة لك، الا السلع الزراعية ما تلقاها جاهزة. لازم اذا انت مطعم لازم تقطعها، اذا انت البيت لازم تغسلها وتنظفها، الخضرة تطلعها الحالة والحمرة الحالها، هذه كلها ستساهم مراكز خدمات التسويقية الزراعية فيها. وأنا أعتقد أن خطوة ممتازة خطوتها الوزارة وبدأت فيها الآن، وخصص لها في السنة هذه يعني دعم يعني يفوق ما كان مخصص للسنوات الماضية. هذه خطوة من خطوات، وليست كل الخطوات يعني أسواق النفع العام نعمل إن شاء الله الوزارة يعني فعلا. إيش تبون تسوي بأسواق النفع العام الوزارة؟ يعني في الحين حنا كنا قاعدين نترقب الانتقال بتصير تحت إدارتهم في الوزارة، لكن ما الذي تتمنونه من أخطاء يتم تصحيحها أو تطوير يتم العمل عليها؟ أول شيء يعني حنا عندنا نقص كبير في المعرفة. يعني إيش، ما هو الدور اللي يؤديها الدلال؟ ما هو الدور اللي يؤديها الشريطي؟ يعني يعني لو كان الدلال أو الشريطي يحقق مكاسب زي ما يصوروها الناس كان كل واحد يشتغل شريطي، صح ولا؟ لكن أكيد في أدوار يؤدونها لا يستطيع أطراف أخرى أن تؤديها، لكن ما حد درس هذه ولا حد عرفها. فنعمل الوزارة أيضا تهتم وتعرف الأدوار هذه. التكتلات اللي مثلا تقوم فيها بعض العمال الأجنبية، يعني زي التكتلات الباكستانيين في القصيين في النخيل، زي التكتلات الأفغان في ناس يتكتلون بالبصل وفي ناس بالبطاطس. طبعا وش وش هالمطرس الموجود؟ ليش معلش، هو لولا أن وراءهم سعوديين منتفعين ما شفناهم أتوقع. لكن وراءهم أهم من كذا يا خالد، وراءهم جهل. يعني لا نعرف كيف يتكتلون وكيف يحققون قيمة للمستهلك، وليش أنا كصاحب محل خضار أو أنا كإنسان مطعم أروح أشتري منهم ما أشتري من السعودي؟ يعني أنا ماني غبي، أنا والله إذا السعودي بحقق لي شيء أشتري منه. هذه أنا أعتقد نقص معرفة، وليست يعني إنه يعني هم استطاعوا من خلال تنظيمهم كذا يصلون للمستوى هذا، هذا نقص معرفة نحتاج تفككها وتعرف تفاصيلها وكذا عشان تقدر تعالجها ونعمل إن شاء الله. من اللي مكانهم يعني طيب؟ من اللي مكانهم؟ مكنتهم مجموعة من العوامل. وش مجموعة يعني؟ أول شيء حاجتهم، السياسات والإجراءات المتبعة في المملكة، أشياء كثيرة ما حد درسها دي. أنا أقول لك إنه ما درست بشكل كافي بحيث نستطيع تفكيكهم وتحقيق مصالح السعوديين. طيب تعليقك يعني بتعرف أنت مثلا بعضهم يحصل على تمويل، يعني بعضهم دقيقة بس في ناس غير سعوديين يحصلون على تمويل؟ يحصلون على تمويل من بعضهم البعض طبعا. من وين يجيبون التمويل؟ من بينهم يعني عندهم شون. عندك ناس لا اشرح لي، عطني مثال، اشرح لي في شيء من البلاوي اللي احنا ما ندري عنها. انا اعطيك مثال يعني واحد مثلا يبيع بالجمله، ايه زين، يجي راعي مطعم راعي كذا يعطيه طماط زين، لكن ما ياخذ منه كاش، يبيعه بالاجل، هذا نوع من التمويل. مزبوط؟ يعني بعض اللي يشتغلون في السوق
يعني يجي يعطي مثلا المزارع ايضا تمويل، يعني مثلا يعطيه تمويل، يعطيه بذور، يعطي اسمده، يعطي اشياء بالاجل، عرفت كم، مقابل انه يبيع من خلاله. هذه كلها يعني هذه من الاشياء البسيطه اللي نعرفها، لكن انا اقول لك انه العمليه تحتاج يعني تفكيك هالمعرفه هذه ونفهمها وذا ونبلي على ضوءها قراراتنا، يعني نقدم توصيات، تقدم توصيات الدوله بناء على معرفه. طيب احنا مكملين معاكم حتى وبشو تعليق منكم وش سوت الوزاره حتى تواجه الاشكاليات وتطور ان شاء الله يعني وتصحح الوضع. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. اهلا بكم من جديد، نتابع حديثنا عن التسويق الزراعي المحلي. اجدد ترحيبي بضيوفي المهندس سليمان الجطيلي مدير عام التسويق في وزاره البيئه والمياه والزراعه، والدكتور ابراهيم التركي رئيس اللجنه الوطنيه للزراعه. طيب سليمان، ابي منك تعليق وتعقيب على الكلام اللي قاله مثل ما تفضل اخوي الدكتور ابراهيم. لان الانتاج الزراعي يتعدى 4 مليون طن في الخضار والفاكهه فقط، ويعتبر الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار هامش ربح قليل لكنه مستدام. فأنا أدعو من هذا المنبر إلى سواء للمزارعين أو أصحاب الدخول في هذا المجال وتكوين قطاعات وإنشاء جمعيات تدعم هذا النطاق. تدعم إنه أنه يكون عندنا تكتلات وطنية بالضبط، يا سلام عليك، مقابل هالتكتلات المتسترة واللي قاعد في الظلام تبيع وتشري، وتحفيز القطاع الخاص والشركات، وأيضا أن ضمان استمرارية هذا القطاع. أنت في يوم وليلة ما تقدر تقول ما نقدر نستغني عن الخضار والفاكهة بشكل يومي، لكن هذا استثمار دائم هامش ربح قليل لكنه مستدام بعكس جميع الأنشطة الزراعية الأنشطة الأخرى. طيب وش سويتم كوزارة حتى تعالجون هذه الإشكالية ووجود كذلك التكتلات الغير سعودية اللي قاعدة للأسف يعني تمنع السعودي من أنه يستنفع من مزرعته من الرزق اللي يطلع له؟ طبعا أخوي خالد، حنا إلى الآن لم يتم استلام أسواقنا في العام إلى حتى الآن، لكن في طور الانتقال. لكن ولمواكبة هذا الموضوع أصدر معالي الوكيل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي وكالة خاصة برعاية المستفيدين وشؤون الفروع للموضوع هذا وتطوير. وش اللي بتسوونه طيب؟ يعني عطنا شيء من ملامح التغيير والتطوير اللي بتسوونه في الوزارة في أسواقنا في العام. في نقاط مكتسبة سريعة ممكن أن تتحققها، دخول أحيانا بعض الأسواق، دخول المزارعين والمسوقين مع بعض، هذا لازم تفرز. أنت لازم تفرز أيضا أسواق المسوق الجملة غير المفرط، أيضا لازم تحط لك نقاط بيع للمزارع، البيع المباشر هذا تخليه يطور من روحه يوم بعد يوم. طيب هذا خليني الأخ هنا يقول في تويتر، طبعا يقول مشكلة المزارع الدلال والزبون بجميع الأسواق نفسهم متعاونين مع بعض للاستفادة من بضاعة المزارع وتسويقها للمستهلك بهامش ربح أضعاف مضاعفة لصالحهم، فالمزارع دائما محل لجميع المصاريف وسعي 10%، فالسعي المعروف بجميع المبيعات 2.5%. ايش رأيك؟ ترى الدلالين واجد يشتكون منهم المزارعين ولا لا؟ ايش رأيك إبراهيم قبل ما أخذ تعليقه؟ أول شيء لازم نفرق بين الدلال والشريطي، يعني ما يسمى بالدلال والشريطي. مو كله نفس الشيء صبوح. لا 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 لا، مو بصبوح قنو، لا في فرق. الدلال لا يملك البضاعة، الدلال يقدم خدمات للمزارع، الدلال يوفر معلومات للمزارعين ويعطيهم تمويل حتى أيضا. شوف يعني هذه المعلومات اللي نعرفها إحنا الآن، إحنا ما حللنا الدلالين ولا شيء، لكن هذه نقدر تعرفها بسهولة. ويأخذ عمولة على البيع. الشريطي هو اللي يشتري البضاعة وتنتقل ملكيته له، يقوم يبيعها. يعني الشريطي يشتريها بريال ويبيع بريالين، يشتريها بخمسة ويبيع بمية، هذا وظيفة أخرى هذه. فهذه الوظيفتين الناس تخلط بينها، زين يعتقدون الشريطي والدلال والدلال والشريطي، بس أحب أوضح هذه. لكن أيضا كثير، هل هم عقبة؟ هل هم إشكالية للمزارعين في تسويق منتجاتهم؟ يعني المزارع يتمنى لو حصل له فرصة أن يبيع بدون دلال، وهذا اللي نأمل إن شاء الله أنه الوزارة تشتغل على موضوع آخر اللي هو التصنيف التسويقي. يعني كيف تصنيف التسويق؟ لما تكون الخضار والفواكه كلها مصنفة ومعروفة ممكن تسويق إلكترونيا. أحد عوائق التسويق الإلكتروني، أحد العوائق وليس كل العوائق، هو أن الخضار والفواكه غير مصنفة. يعني أنت لما تشتري مثلا يعني جوال عن طريق الإنترنت، ولا تشتري كتاب، ولا تشتري شيء معروف زين، لكن تشتري طماطم لا،
ما هي معروفة تختلف. فهنا ودنا إن شاء الله الوزارة يعني في خطوة قادمة هذا طبعا خل بس فيما يتعلق بجزئية الدلالين ولا الشياطية سموهم ما تسميهم يعني حتى بعض المزارعين وفريق الإعداد الله يعطيهم العافية يقولون أخذوا رأي بعض المزارعين يقولون المشكلة أنه الدلال يجي يكسر السعر عند المزارع وهناك اتفاقات ما بين التجار تجار جملة ضد المزارعين كذلك الدلال يستأجر موقع أو يسمونه موقف من البلدية طبعا أيام كانت سوق النفل العام تبع البلدية ويحمله على المزارع ويأخذ أجرة الموقع وأجرة التحميل وأجرة السعي 10% وش بقى يعني وش طبعا مو 10% يعني السعي اكثر الاسواق يعني حوالي 5% يمكن بعض اللي عندنا تواصلوا معهم يقولوا 10% يمكن بعض يعني المزارعين حسب الخدمات اللي يقدمها للمزارع زين لكن انا اتصور يعني اللي كلمناهم قالوا 10% ترى عجيب اي والله يمكن هذا كلام حسن خلاص اذا هي 10% انا اللي اقوله انه يعني لا بد ما تروح سوق الخضر الظاهر انت تبيع الظاهر اونلاين نبيع اونلاين لا يعني بس انا كل هذه مين بالقضيه لكن احنا اهم شيء انه نحن يعني انه نتمنى ان يعني سلسله الامداد تكون أقصر ما يمكن واليوم عندنا فرصة كبيرة من خلال الإنترنت والمملكة العربية السعودية عندها بنية تحتية ممتازة في الإنترنت فهذه فرصة إنه الوزارة والتعاون مع القطاع الزراعي كيف نقدر نسوي يعني ترى بعض المزارع ما عندهم إنترنت ترى لا عندهم كل يعني المزارع مو كلهم بس في ناس يعني يقدروا يوصلوا للإنترنت يعني والآن يعني الإنترنت الفضائي جاي في الطريق يعني توقعون يعني خلال 3-4 سنوات حيكون موجود ها فهذا يعني ممكن يساعد حيساعد بشكل كبير طيب. جدا طيب خليني بس ابي تعليق على الجزئيه الدلالين او الشياطين او سموهم ما تسميهم اللي يطولون سلسله الامداد والمزارع هو المتضرر والمستهلك بعد. النهائي صحيح وعدم ضمان جوده فمن ضمن المكتسبات ان شاء الله بنقل الاختصاصات اللي هو عمليه ربط المنتج بالمستهلك النهائي وذي تنطلق عن طريق برنامج حصر تم عمله الان تم حصر جميع الحيازات الزراعيه في المملكه لكل مزرعه باركود سيتم ربطها بالاسواق وعدم بيع منتجات زراعيه مجهوله المصدر كم مزرعه عندنا بالسعوديه تقريبا حيازات واجد تقريبا والله ما يحضرني العدد صراحه 300 الى 400 الف حيازه مزرعه طبعا التسويق بالمزارع لازم تعرف رقم لا طبعا اللي هو عدد المزارع والحيازات يختلف من حسب المحصول يعني من محصول النخيل عن محصول الخضار والفاكهه والبيوت المحميه وكذلك فعنده ربطها بالمنتج الزراعي ايضا تعطيك تنبؤات مثل ما تفضل فيه اخوي ابو دكتور ابراهيم انه عدم اختلاف بعض الاصناف وزيادتها في بعض الاسواق وقلتها بعض المواسم يعطيك تنبؤ أنه والله المحصول الفلاني لا تزرعه السنة هذه لعدد المزارعين كذا فإن شاء الله بالعمل باستخدام هذا بصير فيه بحيث أنه ما يكون في إغراق للمنتج في السوق وأيضا كذلك هدر الإغراق والعدم حصول على سعر مناسب أيضا يعتبر هدر للمياه وهدر الجهد وهدر جميل. المدخلات الزراعية طيب كانت. إحنا كان لنا زيارة سابقة للعلا يمكن زرنا مرتين وسوينا أكثر من حلقة عن هالعلا يعني والجمال اللي فيها وشفنا يمكن تأثير مهرجان تمور العلا يعني في تسويق التمور خلونا نشوف التقرير اللي نقلنا فيها القصة الزين على 65 ما يذكر التاريخ من متى زراعة النخيل في العلا أطوار قديمة لكن فيها كان من البداية مشهور فيها نخلتين هذه مهمة اللي هي الحلوة والبرنية هذه مشهورة فيها مع الحمد لله يعني تطور المملكة وتوحيدها على يد المغفور الملك عبد العزيز الله يرحمه يعني صار يجي لا تموره تجي من المدينة تجي من القصيم من الحسا وتنوعت فيها التمور حتى لونه على بعد تشوفه لامع ما به ولا قسمه عندنا طال عمرك مبروم سمعته ومشروق وعادي ثلاث انواع يفرزونها لان المبروم مطلوب ذوان يحسبونه يجون ناس يبغون نخل يقول يا ولد يا اخوي ودي نخل مبروم ودي نخل مبروم المبروم من البرني انخلت البرني تنتج الثلاث الانواع دي ايوه لانها عمليه المبروم اللي ما عليه قشره وتلقاه طويل ويصبر للنقل فسابقا كانت عندنا إشكالية في
في تسويق التمور، لكن السوق الرئيسي لمحافظة العلا كان المدينة المنورة والمصانع الموجودة في المدينة المنورة. فيه سابقا كان يتضمنون النخل كامل، يعني ياخذون النخل وهم يجدونه ويسرمونه وياخذونه، لكن في الفترة الأخيرة ولله الحمد وخاصة بعد وجود الهيئة تغيرت الظروف نهائي، صاروا التجار يجون من الخليج ومن جميع مناطق المملكة إلى محافظة العلا، فتغير الوضع بالتسويق. فاصل بعد فاصل نعود طبعا مع الجزء الأخير وكيف يمكن يدعم المزارعين لدينا لتسويق منتجاتهم. يا أهلا بكم من جديد، نتابع حديثنا عن التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية المحلية. جد ترحيبي بضيوف المهندس سليمان الجطيلي مدير عام التسويق في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك رحب بالدكتور إبراهيم التركي رئيس اللجنة الوطنية للزراعة. طيب بس ما أبي أبعد عن تجربة العلا، يمكن أول مرة يقام في مهرجان التمور في العلا، وكنا احنا هناك برنامجنا كنا وغطينا الحقيقة اللي شفناه، وكانت تجربة جميلة، وكان شفنا حتى مركز النخيل المركز الوطني للتمور وتواجده، وكيف يمكن يكون في براند تسويقي بعد التمور تمور العلا، كانت تجربة حلوة. ايش رايك فيها؟ لا شك، يعني انا اقول لك انه في ضعف كبير في التسويق. خليني بس اعطيك تعريف للتسويق، احد التعريف الجميلة يعني اللي عرفها بيتر دراكر، يقول التسويق هو تلك الأنشطة اللي تجعل عملية البيع تافهة. يعني اللي عندنا الآن صاير يبغون التسويق يكون في آخر شيء. التسويق يصير قبل كده بأشياء كثيرة جدا، يعني قبل الإنتاج. يعني أعطني مثال يوضح. أنا أعطيك مثال، يعني أنا بزرع طماط، طيب أبغى أزرعه، أي بزرع أي نوع من الطماط زين، مثل وقت المناسب أني أزرعه، يعني اليوم أقدر أتحكم فيه هذه، فلازم يعني في مجموعة من العناصر لما هذا المنتج نفسه، بس في عناصر أخرى لما أجي أروج له زين، كيف أروج له؟ لما نجي سعره كيف سعره؟ وين أروح بيعه؟ بيعه في سوق العزيزية ولا بيعه في الحلقة في جدة ولا في الدمام؟ كل هذه عناصر تسويق تتم قبل حتى الزراعة. لكن اللي أنت أشرت إليها الآن المهرجانات، هذه لا شك إنه صار عندنا خبرة في المملكة الآن، ونجحت فكرة المهرجانات كجزء بسيط من نشاط تسويقي. وأنا أشوف حتى الوزارة الآن يعني بدأت تهتم بأن هي تقوم مهرجانات، يمكن أبو فهد يمكن يقدر يعلق عليها أكثر من، لكن المهرجانات لا شك أنها وسيلة مهمة ناجحة ونبغاها تكون على أكثر من كذا. يعني مثلا عندك مهرجان الحريق مثل الحمضيات، يعني مهرجان جميل وكل شيء، لكن ودنا هالمهرجان هذا يكون في الرياض عند المستهلكين، ما يكون في الحريق. من يبغى يروح الحريق؟ يروح 5000 طيب، لو وضع تنشيط سياحي وبرنامج، واتوقع انه بتكون. وبعدين تبي الحين اروح اشتري مثلا المانجو حق جيزان واجي ابيعه مثلا واسوي مهرجان بالرياض، اكيد في نفس المنطقه اللي يزرع فيها. اي بس انت عندك انت المستهلكين مهم انك تعرفهم بالمنتج، ففرصه يعني ما دام تعلمنا احنا ان المهرجانات هي اداه ترويج جيده، فرصة أن نخلي المهرجانات قريبة على المستهلكين عشان سهل على المستهلكين يتعرفون، وبالتالي يزيد الإقبال على المنتج المحلي. هذه طيب الفكرة. وأظن الوزارة مهتمة بالشهادة. طيب ودنا يعني نعرف وش الخطوات القادمة لأجل دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم. لمواكبة هذا الموضوع صراحة ودعم حكوماتنا الرشيدة، أول سنة يتم تخصيص برنامج لدعم آليات التسويق الزراعي، وتم توجيه معالي الوزير ومعالي النائب أن يتم تخصيص أكثر من 25 مليون ريال سيتم توزيعها لإقامة مهرجانات وفق الميزة النسبية للمناطق، فهذا مطلع هذا العام. أيضا كذلك سيتم وضع شراكات مع الجمعيات التعاونية الزراعية وعقد اتفاقيات مع السوبر ماركت للبيع المباشر أيضا كذلك وفق الميزة النسبية، سواء مانجو جيزان، الرمان، الحمضيات، بجميع مناطق المملكة بإذن الله. طيب صندوق التنمية الزراعية يتكلم صحيح عن الزراعة التعاقدية وأنه بيدعمها، عطنا بس يعني وش الفكرة وكيف المزارعين يستفيدون من هالتجربة؟ فكرة الزراعة التعاقدية أن يقوم شركة معينة تأخذ المحصول بسعر معين على طول الموسم، وهذا تفيد أن تخلي المزارع يركز على مزروعته وعلى جودة المنتج، ويضع مهمة التسويق لهذه الشركة التعاقدية
سواء في مختلف المال يعني مثلا شركه زراعيه كبيره بالضبط. تجي تشتري، طيب من اللي بيربطه مع الشركه؟ هذا اللي احنا قلنا النموذج المميز انك اللي هو انشاء المراكز الخدمات التسويقيه ويقدم لها دعم، ومن هذا المنبر اخوي خالد ادعو المستثمرين انشاء لهم كيان صندوق التنميه الزراعيه يدعمهم الى 70% من المشروع لاقامه مثل هذه المراكز والتكتلات اللي تضمن استمراريه الامداد الزراعي. طيب كيف يمكن تضبط هذه التكتلات يعني بوجود دور رقابي وتنظيمي للوزاره؟ بالضبط، طبعا هو وجود لازم عليه مشترطات، انه وجود مختبرات، وجود اليه التخزين المناسبه، ايضا وضع معرفه المنشاه والمزارع، كذلك هو التسويق الالكتروني انت يعني موجوده في الاسواق، فانا اريد ان اتابعها في الاسواق في المحصله النهائيه. طيب هذا استخاذ، اسمح لي بس اعلق على الزراعه التعاقديه. انا اشوفها صراحه خطوه جيده من صندوق التنميه الزراعيه ومن الوزاره، ونحن في القطاع الزراعي نشجعها ونشكر صراحه كل ما فكر فيها، لان هذه يعني حتحقق هدفين. اول شيء المزارع يستطيع ان يبيع جزء من منتجه او كله حسب رغبته، ها يعني بيمكن يكون بسعر ثابت ولا يضطر يعني يعرض نفسه لتذبذبات. لا بس يمكن معلش برد، انا بكون بتكلم بصوت المزارعين. لا والله بتجينا شركات الهوامير الكبار تبي تدق السوق وتبي تعطينا ابخص الاثمان وتبيعه باغلى الاسعار. هذا يمكن يكون، ما هو يعني شيء غير وارد، لكن خيار المزارع في الاخير، المزارع يقدر يوافق يقدر ما يوافق، ما احد يحلزمه. الشيء الثاني المهم اللي هو التمويل. التمويل هذا عنصر خفي، دي الفيتامينات اللي ما كانوا يعرفونه اول اصبح الان معروف. التمويل يعني المزارع الان يعني ياخذ قروض من صندوق التنميه الزراعيه، لكن القروض تغطي كل شيء، فيحتاج تمويل في كثير من الاحيان. التمويل هذا ياخذه من السوق بتكلفه مرتفعه جدا، من خلال الزراعه التعاقديه يحصل على التمويل بتكلفه منخفضه، لانه ممكن يعطيه دفعه مقدمه او يعطيه حتى المبلغ كله مقدم، وبالتالي يعني خففت اعباء التمويل على المنتج الزراعي. لهذا احنا يعني نرحب بالخطوة هذه. طيب. ونأمل يعني نكون في خطوات أخرى تتعلق بالتمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة لقطاع الزراعة. جميل. طيب بس أساس يعني كنت قرأت غالبية استفسارات المزارعين، هذا يقول في عندنا إشكالية، واحد عدم تطبيق الرزنامة الزراعية على المنتجات المستوردة، اثنين عدم تنظيم الزراعة، في الغالب يصطدم المزارعين بكثرة إنتاج صنف معين وبوقت واحد، وهذا يؤدي لانهيار الأسعار وخسارة الجميع، وثالثا يجب تصنيف المنتجات حسب الجودة ووضع حد أدنى وأعلى للأسعار لكل درجة لحماية المزارع والمستهلك. تعليق. تطرقنا له قبل شوي هذه من ناحية الموضوع المستورد، أنه يتم وضع اشتراطات ومواصفات عالية لضمان أنه ما تكدس المنتجات. راح تعملون على هذا الأمر؟ تم العمل عليها بأكثر من صنف، ويتم التركيز عليه مستقبلا وفق الرزنامة الزراعية. وأيضا المستوردين تراهم موجودين في السوق السعودي، وأيضا يزاحمون نفس المزارعين أنفسهم. طيب هذا يقول عندي إشكالية في تمكين الجمعيات التسويقية الزراعية، وأتوقع عندك تجربة، بحيث ينتهي دور المزارع بالزراعة والري والتسميد فقط، ويكون الحصاد أو الجني والتغليف والتسويق مسؤولية هذه الجمعيات، مع استثناء هذه الجمعيات من رسوم العمالة ومنح قروض لهم لإنشاء ثلاجات تجميد وتبريد وغيرها. نجاح الجمعيات هو بداية الانطلاق لنجاح المزارع، إيش رأيك؟ طبعا جزء منه صحيح كلام هذا، لكن الجمعيات هي عبارة عن عنصر، لكن مفروض أي كيان يعني يعني القطاع الزراعي قطاع كبير، يعني 65 مليار قيمة الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الزراعي عام 2019-2020، فهذا مو قطاع صغير يعني، ولا بجمعية واحدة حتغطيه. فلهذا لابد من تعدد الخيارات، يعني احنا نقول كل ما زادت الخيارات وكل ما زادت الفرص الموجودة للمزارع ينتقي منها ما يناسبه، كل ما حسننا في عملية التسويق، سواء من خلال جمعيات، من خلال شركات، من خلال استكمال الموضوع. طيب. هذا أخوي أخيرا بإذن الله بتوجيه مع سعادة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، العمل على طرح فرصة استثمارية لإنشاء شركة تسويقية على مستوى المملكة بإذن الله. هذا بيعلن عنه قريب بإذن الله، سيتم طرح تمويله وتمويله كذلك من صندوق التنمية الزراعية بإذن الله. جميل بإذن شكرا لكم. أكيد إحنا حاولنا نوعا ما أننا يعني نعرض بعض الاستفسارات عند المزارعين، وكيف أن يكون عندنا دعم للمنتج المحلي الزراعي، وإن شاء الله نشوف الحلول على أرض الواقع ونجني ثمارها. شكرا لكم. شكرا للمهندس سليمان الجطيلي مدير عام التسويق في وزارة البيئة والمياه والزراعة، كذلك الشكر موصول للدكتور إبراهيم التركي رئيس اللجنة الوطنية للزراعة. طبعا
في ايميل لكم نبي نطلعه، المزارعين بالله يرسلوا وش تبي يرسلوا لكم يمدحون ولا نبي اقتراحاتهم ابد، تعاون معهم والاجابه بما يرضيهم بس تردون عليهم اكيد اكيد باذن الله، تسمعوا صوت المزارعين باذن الله. طيب هذا اهم نقطه، شكرا لكم يعطيكم العافيه. طبعا بس قبل ما ختم رساله يمكن قلتها قبل، يعني اللي فئه يعني انا ما بيعمم مشاهير التواصل الاجتماعي، في ناس منهم يعني فيهم الخير والبركة ويحس بمسؤوليته تجاه المجتمع، وفي ناس الظاهر يعني يحتاجون فعلا إلى لفتة قانونية ويد من حديد تضرب عليهم، خاصة اللي شوهوا أبصارنا يعني بمناظر تخدش الحياة ولا حتى سمموا آذاننا يعني بعبارات لا تليق أو بتصرفات يعني نشوفها احنا غير مسؤولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أو بعضهم تلقاه منظومة القيم والأخلاق اللي هي جزء من هويتنا ما يعطيها أي اهتمام، وكأنه يحس أنه خارج عن القانون لأنه هناك من يتابعه يعني بأعداد كبيرة، فهو ما يهمه عنده متابعين صفقوا له. لذلك احنا شركاء في أن نجعل مثل هؤلاء التافهين موجودين ومؤثرين، لذلك مهم جدا أن يكون لنا يعني دور كبير، وكل واحد منهم أساء الفهم أو أنه يعتبر التغيير والتطوير اللي قاعدين نعيشه حنا بالسعودية هو سماح يعني للممارسات اللا أخلاقية، هذول أقول لهم تذكروا جيدا، والنيابة العامة إن شاء الله يعني تدخل في الموضوع، ونتأمل أكيد لما تدخل فيه أن تضع حد، يعني أننا حنا في دولة مؤسسات ونظام وقانون قائم على نهج الشريعة الإسلامية السمحة للمعتدل. ومن اللي قال هالكلام؟ الملك سلمان، مقولته المعروفة الله يحفظه حينما قال رسالتنا أنه ما في مكان بين المتطرف يشوف الاعتداء الانحلال ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يتر الدين لتحقيق أهدافه. وبعد شقال الملك سنحاسب كل من يتجاوز ذلك في أمان الله.